هلا exercise number C, the effect of forced convection. exercise A و B كان free convection. تمام؟ طيب هلا أنا بعد ما طلب بعد ما عملت عفوا power on بطلب مني إني أزيد على flow control بحيث إني أزيد ال air velocity لنص متر per second. لكن أنا عندي صراحة على الكنترولر 14 بطفي 15% بيعطيني هي القيمة، فأقل قيمة ممكن أحصل عليها بالجهاز هياتها، أوكي؟ وعم تتأرجح كمان مش ثابتي، بس يعني فيك تحكي مثلا 7 بالـ10، 6 بالـ10 يعني وتاخذها. وبعدين رح نحط الهيتر فولتج لعشرين فولت، أوكي؟ لعشرين فولت. طبعا هياتها 20 وهي بلشت القيم عندي تزيد وهي، لكن القيمة قليلة للاير فيلوسيتي، فبالتالي برضو في سرعة عندي بارتفاع درجة الحرارة. هلا راح اعمل جو باعتبار للقيمة الأولى، وراح ابلش ازيد بالفلو كنترول ستيب باي ستيب من 1 لـ7 تقريبا، واشوف شو راح يصير عندي على القراءات. طيب هلا صارت 1، اوكي. مباشرة انا رح اعمل جول لانه ارتفعت الحرارة عندي بشكل كبير، ورح ازيدها لـ2. تمام، ترتفع الحرارة لكن بشكل أقل من السابق. هلا على 2 متر بير سكند أنا راح آخذ القراءات وراح أرفع ل 3 متر بير سكند الاير فيلوسيتي. تمام، هلا رح انتظر ستيت ستيت واشوف شو عم بيصير عندي بالقراءات. هلا طبعا انا انتظرت تقريبا 3 دقائق ويدوب وصلت 205، وهذا طبعا بفضل انه انا رفعت الاير فيلوسيتي ل 3 متر بير سكند. وهلا رح انقر جو ورح ارفع الاير فيلوسيتي طبعا ل4. هلا بلاحظ انها عند الـ4 متر بير سكند بلشت تنزل درجات الحرارة، يعني احنا وصلنا قبل شوي تقريبا 200 وشوي، هلا هيها 198. هي تقريبا بعد ما انتظر تقريبا 3 دقائق هي قراءة وصلت 190. هي جو، وراح ارفع مباشرة الفلو كنترول والاير فيلوسيتي الى 5 متر بير سكند. تمام، ملاحظين انها بلشت تهبط بتسارع اكبر. تمام، هلا وصلت مع الـ5 متر بير سكند الى تقريبا 169، يعني من 189 ل 169 تقريبا، هاي على 5 متر بير سكند. اوكي، هلا راح انقر جو وسجل الداتا، وراح اخذ بعديها ارفع الفلو كنترول بحيث يرتفع الاير فيلوسيتي الى 6 متر بير سكند. هي امامكم وهي تناقص عم بصير ب الهيتر تمبريتشر، اوكي هي 6 تقريبا. تمام، طبعا هذا الماكسيمم فلو كنت فلوريت هي. تمام، هي الماكسيمم، اوكي تقريبا هيها 152. هلا انا راح اخذ الداتا هي اللحظه،
تمام. راح افرجيكم الداتا لكل تري لوحدها. اوكي هاي الرن الاولى. هاي الثانية. هاي الثالثة. هاي الرن الرابعة. رن فور تمام. اوكي هاي رن فايف. هاي رن سكس. اند رن سفن. وهيك بنكون خلصنا التجربة الثالثة، والله يعطيكم العافية.